اتفضل يا عم الحاج، اديني صلحت لك الجهاز اهو بقى مية مية. صلحت ايه؟ التلفزيون ما بقاش بيجيب صورة. وانت هتعمل ايه بالصورة يا حاج؟ مش انت عندك استجماتيزم؟ ده انت من كتر الاستجماتيزم اللي عندك حواجبك وقعت. مالكش دعوة بحواجب دلوقتي، اتفضل صلح لي التلفزيون اللي انت بوظته ده. بس ما تقولش بوظته، ما هو شغال قدامك اهو، انا شلت لك بس الزيادات اللي فيه. شلت ايه منه؟ هشرح لك. التلفزيون بتاعك ده كان عنده مرض خطير جدا، كان عنده عمى الوان، ولو كنا استنينا عليه اكتر من كده كان المرض هينتشر في باقي الجهاز. انت بتقول اي كلام على فكرة. انا ما بقولش اي كلام على فكرة، انت اللي مش مقدر خطورة الموقف. المرض ده كان ممكن يتنقل لباقي الاجهزة الكهربائية زي الخلاط والتلاجة والغسالة، يعني كان هيتحول لوباء. ايه ده؟ كان قبل ايه؟ لا ما تخافش، ده بيتنقل للحاجات اللي ليها لازمة بس، حضرتك اتفه من كده بكتير. انت بتشتمني؟ لا العفو طبعا، انا قصدي ان انت اتكتب لك عمر جديد. طب قول لي انت بقى اتصرفت ازاي؟ اضطريت اضحي بالصورة عشان باقي التلفزيون يعيش. يعني كده التلفزيون بس خلاص؟ والله احنا عملنا اللي علينا والباقي ده بتاع ربنا. انا هكتب لك روشتة تمشي التلفزيون عليها كويس عشان ما يحصلوش اي مضاعفات. انا ما بعرفش اقرا. اهو الجهل ده بقى هو اللي وصل التلفزيون للمرحلة السيئة دي. اسمع يا سيدي، التلفزيون ده ما يعملش اي مجهود زيادة الفترة اللي جاية، تمنع عنه اي حاجة تسبب له الارهاق الذهني. زي ايه مثلا؟ زي برامج التوك شو وماتشات الزمالك طبعا. الحمد لله، انا متشكر قوي انك انقذت الموقف. تشكرني على ايه بس، ده شغلي، انا ستارتر بيحترق من اجل الاخرين. يا نهار اسود ونيل، ايه اللي حصل للتلفزيون؟ ابدا ابدا، ده كان بايظ والاستاذ تامر الله يكرمه هو اللي صلحه. صلح ايه ونيل ايه بقى؟ انزل اروح مشوار ارجع الاقي التلفزيون من غير صوره؟ بقول لك ايه يا جدع، انت لازم تصلحه زي ما بوظته. مين الانسه؟ انا صاحبه التلفزيون اللي انت خربته يا اخويا، انا بامراته. يا هانم انت مش فاهمه، التلفزيون ما كانش بيفتح اصلا. عشان حجاره الريموت كانت خلصانه وعايزه تتغير. ايه ده بجد؟ ايوه بجد. للاسف انت جيتي بعد فوات الاوان يا مدام. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الريموت ماله؟ تعيش انت. السلام عليكم يا حاج صابر. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا باشمهندس تامر؟ الله يسلمك يا حاج، مالك واقف على السلم كده ليه؟ واقف مستنيك يا اخويا. خير؟ مستنيني ليه؟ في حاجة؟ يا حاجة بسيطة خالص. أمرني، عايز قرشين سلف لحد أول الشهر؟ لا يا حبيبي، مستورة والحمد لله. أنا كنت محتاج فلوس الإيجار اللي متأخرة عليك بقالها سنة. ده انت راجل نكر للجميل صحيح، ده انا نقلت لك العماره نقله حضاريه ما كنتش تحلم بيها، خليتها لك عروسه باقل الامكانيات المتاحه. بأمارة ايه ياض؟ بأمارة السلم اللي كهربتهولي ده؟ مش انت اللي طلبت مني اعمل لك سلم كهربائي؟ الله ينور عليك، سلم كهربائي، انت بقى عملت لي سلم كهربائي؟ لا بس عملت ترابزين كهربائي. اعمل انا ايه انا بقى بالترابزين ده؟ يا حاج صابر، الترابزين ده قمه الاعجاز العلمي، دلوقتي سكان العماره بقى في امكانهم يتزحلقوا من تحت لفوق. بقول لك ياض، انت انا زهقت منك وما عدتش طايقك. هات مفتاح الشقة وامشي غور من هنا، مش عايز اشوف وشك تاني. انت بتطردني في نصاص الليالي يا صابر؟ نصاص الليالي؟ يا ابني الساعة 3 العصر. انت بتطردني في نصاص العصار يا صابر؟ ولا امشي غور يالا من هنا. ياه طب سيبنا لم حاجتي. طيب لا يا حبيبي، حاجتك دي انا هبيعها لبتاع الروبابيكيا وهتجيب لي جزء من فلوس الايجار اللي ضيعتها عليا. امشي غور. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا صابر، ربنا ينتقم منك يا شيخ، اله اشوفك والع يا رب. ايه ده في ايه؟ في يا استاذ تامر بتزعق ليه بس؟ الراجل المفتري اللي اسمه صابر مش عايز يصبر على فلوس الايجار شويه، فطردني من شقتي. اخص عليه راجل ناقص. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتروح فين يا استاذ تامر؟ مش عارف والله يا مدام شيرين. مدام؟ انا مش مدام على فكره. ايه ده صحيح، انت لسه سنجل صحيح؟ بالظبط كده. لا مؤاخذه يا انسه شيرين. انسه ايه؟ جرى يا استاذ تامر، ما تحترم نفسك. لا انا اسف جدا، انا بس مشتت من كتر التفكير بعد ما اترميت في الشارع. يا سيدي معاش ولا كان اللي يرميك في الشارع، اتفضل بات عندي، شقتي مفتوحه لك. شكر قوي يا استاذ شيرين، مش عايز اتقل عليك. تتقل عليا ايه بس يا استاذ تامر، ده احنا جيران والجيران لبعضيها. اتفضل يا سيدي اتفضل. ايه ده؟ هو خلاص الناس ما بقاش عندها ذوق؟ ازاي الراجل اللي اسمه صابر ده يهزقك ويمسح بكرامه اهلك الارض كده؟ ده انا هبهدله. لا لا لا، مالوش لازمه، ما تتعبش نفسك. هو فاكر ايه؟ فاكرك هتنزل تعيش زي الكلب في الشارع محدش هيعطف عليك ويقعدك عنده؟ متشكر يا استاذ شيرين يا محترم، يا اللي العيبه ما بتخرجش منك. مش قصدي حاجه وحشه يا استاذ تامر، انا قصدي ان ما كانش ممكن اشوفك مرمي الرميه الزباله دي. سوري يعني، شكلك مهزأ جدا واسيبك. والله انا حاسس انك لو كنت سبتني مرمي الرميه الزباله دي كان هيبقى اكرم لي. يا سيدي ما تزعلش مني يا استاذ تامر، خلاص انا ما اقصدش حاجه. whatever، هي مش اسمها whatever؟ عامه الشعب اللي زيك هم اللي بينطقوها whatever، انما انا واخد كورس انجليش فبنطقها whatever. ده واضح ان حضرتك مثقف جدا بقى يا استاذ تامر. بلاش استاذ دي يا شيرين لو سمحت. ماشي معاك حق، احنا بقينا خلاص صحاب دلوقتي، يعني نرفع الالقاب عادي. لا انا مش قصدي نرفع الالقاب، انا قصدي تقول لي يا باش مهندس لاني ما بحبش لقب استاذ ده، وانا هقول لك يا شيرين عادي. ايه الانعره دي يا باش مهندس؟ في ايه؟ انت فيك عرق تركي ولا ايه؟ هو باين قوي للدرجه دي؟ انا فعلا حفيد ابراهيم باشا. ابراهيم باشا مين؟
ابن محمد علي باشا؟ ايوه انا حفيده. هتفيده بايه يعني؟ انت بتقلش بقى. لا مش بقلش يا سيدي، انا بتكلم بجد. امال ايه هتفيده دي يعني؟ التاء اللي زودتها دي عايده على ايه يعني؟ التاء دي يا سيدي اداه تعجب. انت مش مصدق ان انا حفيده ولا ايه؟ الصراحه يعني مفيش اي اماره بتدل على كده. ابراهيم باشا كان شنبه يعني يقف عليه الصقر، انما انت شنبك ما كبرش من ثالثه اعدادي تقريبا. للاسف يا شيرين، والشنب بتاعنا اتأمم في ثوره يوليو، وده اللي فضلنا منه. على فكره انا برضو زيك متمسك بجذوري جدا، وما برميش اي حاجه ليها ذكرى معايا مهما كانت بسيطه. لا ما هو واضح من ريحه الشقه انك ما بترميش حاجه خالص خالص، لدرجه ان الزبال بطل يعدي عليا بقاله اكتر من 3 شهور. وايه الفروه اللي متعلقه على الحيطه دي؟ ده البلطو بتاع بابا الله يرحمه. ايوه مش فاهم برضو يعني، انت سلخت البلطو من عليه بعد ما مات وعلقته ولا ايه اللي حصل؟ ما سلختوش طبعا يا باشمهندس تامر، انا بس معلقه هنا في الصاله عشان يبقى قدام عيني دايما ويفكرني ببابا الله يرحمه. يا ريحه الكمكمه دي طالعه منين؟ لا دي طالعه من الشراب الكولوم بتاع عمته بسنت، اصلها كانت ناسيه عندنا. دي واضح انها ناسيه من زمان قوي، من قبل ما تتوفى ب 15 سنه الله يرحمه. طب وسيادتك محنطه هنا ليه؟ ما كنت دفنته معاها شيرين وايه ده كمان؟ مش ده بلوفر عمرو دياب؟ اه بتاع تملي معاك. وده انت جايبه من العتبه ولا من الوكاله؟ لا يا معلم ده الاوريجينال، ده عندي بقاله 4 سنين يا ابني. اذا كان الكليب نفسه عدى عليه 14 سنه اشتريته انت ازاي من 4 سنين؟ انا ما اشتريتوش ولا حاجه، ده هو كان مع عمرو 10 سنين وبعدين صغر عليه فشحتهولي، اصل انا راشق له في كل الحفلات اللي بيعملها. ايه ده؟ انت مستني حد يا باشمهندس تامر؟ مستني حد ايه يا انت؟ انا قاعد في شقتك انت. اه صح انا اسف. طيب قوم افتح انت على ما ادخل انا الاطباق دي جوه، ده يكون ضيف ولا حاجه. ماشي يا سيدي. الله، هو انت؟ انا مش لسه طردك يا جدع انت؟ ايه يا عم انت ما وراكش غيري ولا ايه؟ في ايه يا تامر؟ انا مش عارف الراجل ده عمال يلف ورايا كده ليه؟ الجدع ده بيعمل ايه هنا؟ الجدع ده ضيف يا معلم صابر، ايه؟ هتطرده كمان من شقتي ولا ايه؟ ده انا هطردك انت كمان معاه. ليه يعني ان شاء الله؟ يكونش ما دفعش الايجار بقاله سنه هو كمان؟ ابدا يا تامر يا اخويا، ده هو شهر واحد بس. قصدك سنه وشهر؟ ما ترد عليها يا شيرين. اه طبعا انت فاكرني هسكت له؟ يا معلم صابر. ايه؟ اديني دقيقه بس البس الجزمه وانزل حالا، انا اسف. يا بيسو. ايوه جاي. اجيب لك ايه يا استاذ شيرين؟ جيب لي شغل عندكم في القهوه يا عم بيسو. هتشتغل ايه بس معانا يا باشا؟ اي حاجه يا بيسو، انا بقالي شهر دايخ على شغل ومش لاقي. والله يا استاذ شيرين احنا مش محتاجين اي عماله دلوقتي، بس على العموم سيب رقمك واحنا لو في حاجه هنكلمك. يا عم انا قاعد عندكم هنا دايما كده كده، ما عنديش حته تانية اروحها. طب اجيب لك حاجه تشربها؟ اه هات لي كوبايه ميه سكر بره. وعندك واحد ميه على بوسطه ودلدقه. يا شيرين شيرين يا شيرين. ايه يا عم مالك عامل زيطه ليه؟ خرجت ياض يا شيرين وهنخلص من سمعه العطليه اللي طالعه علينا. ما احنا كل مره بنلاقي شغل ما بنكملش فيه اسبوع وبنترفد. لا بس المره دي حاجه تانية. اشمعنى يعني؟ عشان الشغلانه اللي لقيتها دي مناسبه لطموحاتنا وامكانياتنا جدا. ليه ليه؟ هي الشغلانه دي فين؟ في الوكاله المصريه لاستصلاح الاراضي الفضائيه. يس هنشتغل رواد فضاء. رواد فضاء ايه؟ بقول لك شغلانه مناسبه لطموحاتنا وامكانياتنا. باش رواد فضاء؟ اعلى بطموحاتك اكتر. هنحترف في نادي المريخ الفضائي؟ ولا كده برضه. امال ايه؟ هنشتغل ايه؟ عمال نضارب. خد الابلكيشن ده ملاه وسيب ام القرد في حاله. هات يا عم هات. اكتب اسمك هنا. شيرين عبد الوهاب. لا اسمك الثلاثي. شيرين عبد الوهاب اه يا ليل. ولا احنا مش جايين نقدم في ذا فويس هنا، انجز يا عم. ما هو ده اسمي الحقيقي، اعمل ايه؟ وطي صوتك يا غبي. ايه الصوت العالي ده؟ صوته جايب احد الوكاله. استهدوا بالله بالله بالله. ايه ده؟ ايه الكائن اللي اقتحم حياتنا ده؟ ده رجل الي. والله ايه ده كيوت قوي قوي. اسمك ايه؟ انا سعد الالي. انت مين؟ انا تامر وهو شيرين. انت هتهزر معايا يا ابني؟ ده على اساس ان اسمك شادي يعني؟ بس يا تامر خلاص عيب بقى، ده راجل كبير قالي قدامونا. راجل كبير ايه ده؟ بيقول لك سعد الالي، ده هبل يا عم. يا عم اسكت ده احسن يطلع رتبه كبيره هنا نروح في داهيه. يا عم هو احنا واقفين في كمين؟ فين الابلكيشن بتاعتكم؟ شفت يا غبي اهو طلع مهم. بقول لك ايه يا عم الحاج لو سمحت، قبل ما تقول لنا ايه الاسئله اللي في الامتحان وليك الحلاوه. ما بحبش الحلاوه. يا عم انت داخل امتحان الماني. بقول لك ايه يا عم الحاج، خد الخمسه جنيه دول ودخلني اول واحد. انا عايز 35 جنيه عشان اخد بيجو 7 راكب من عبود عبود عبود. ايه ده؟ ده طلع من الشرقيه. والله انا حبيتك يا عم سعد. انت ولد كويس يا شيرين، انا عندي بنت في سنك مش عايز تتجوز. ودي لما تحب تخرجها تروح بيها فين؟ المزرعه السعيده؟ يا عم سيبك منه، ده ملوش في الحب والمشاعر يا عم سعد.
قول لي هي طويله ولا قصيره، تخينه ولا رفيعه، بيضه ولا سمره؟ لا هي بيضه و64 جيجا ومعها جراب بينك. تامر انا ما اسمحلكش تتكلم عليها كده، دي هاردات ناس، وخد بالك دي ممكن تبقى مراتي. انت لحقت تحبها؟ انا خلك انت الاول يا شيرين. لا انا اللي هخش الاول. سيبه يا عم سعد يخش الاول مش مشكله، خلينا احنا نقعد ندردش كده ونكمل كلام على بنت حضرتك. انت كمان هتتكلم عليها من غير ما تشوفها؟ انت بتهرج يا تامر، دول عيله محافظه جدا واكيد ما عندهمش بنات تتشاف قبل الجواز ولا بعد الجواز، ولا عندهم بنات اصلا يا ابني، دي لعبه اصلا، مش بعيد بنته دي تطلع باربي. مالكش دعوه، ومهما عملت مش هتعرف تفرقني عن باربي. اتفضل بقى خش الانترفيو بتاعك. ماشي هشبهرهم واطلع بسرعه، وانت حضر نفسك. ها يا عم سعد ما قلتليش، البطاريات في الجواز عندكم علينا ولا عليكم؟ اتفضل اقعد يا استاذ تامر. الله يا سلام، حلو قوي الكرسي ده. اتفضل اقف يا استاذ تامر. ايه ده في ايه؟ انا قلت لك اقعد بس مش لدرجه انك تحط رجل على رجل قدامي. معلش معذوره، ما انت مش عارفه انت قاعده قدام مين. والله هكون قاعده قدام مين يعني؟ يا استاذه اللي قدامك ده يبقى حفيد ابراهيم محمد. ايه ده، انا اسفه جدا يا استاذ تامر، والله ما كنتش اعرف. خلاص حصل خير، بس بيخلي خلي بالك بعد كده انا ممكن ادمرك. انا متاسفه، ارجوك اتفضل اقعد. هو انا جاي اعمل تمرين قطنيه هنا، ما تزهقنيش بقى. معلش ما كنتش اعرف ان حضرتك حفيد الدكتور ابراهيم محمد العالم الفلكي الكبير. فلكي ايه بس، جده ما كانش ليه علاقه بالفلك اصلا. نعم، اما حضرتك تقصد ابراهيم محمد مين بالظبط؟ اقصد جده ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. محمد علي اللي هو محمد علي؟ ايوه. طب اتفضل اقف يا استاذ تامر. ممكن حضرتك توقفي التمرين ده عشان بجد ظهري شد عليا. قوم اقف. حاضر. انت مش مالي الابليكيشن كله ليه؟ اصل في اسئله مش مهمه قوي بالنسبه لي فما جاوبتهاش يعني. ما هي مش مهمه بالنسبه لك بس مهمه بالنسبه لنا احنا، يعني مثلا ايه هي هواياتك المفضله؟ انا الحقيقه مش بفهم السؤال ده، انا جاي اشتغل، مالكم ومال هواياتي؟ طب انا مثلا هوايتي المفضله اني اقتل السحالي وبعدين اشرحها وادور فيها على مفتاح الجنه، ممكن اعرف ده هيفيدكم في ايه؟ ايه ده، دي هوايه مقرفه جدا يا استاذ تامر الحقيقه. طب لو افترضنا حتى ان هوايتي التنس الراكت يعني، ده هيفيدكم بايه؟ هتخلونا ننضف بالمضرب؟ خلاص خلاص بلاش رغي، يلا نبتدي اسئله الانترفيو عشان انا بدات ازهق بجد. والله انا اللي ابتديت ازهق. بما تفسر؟ نعم. بما تفسر؟ هو انا جاي اقدم في مدرسه السعديه؟ نعم. ايه هتجاوب ولا تطلع بره؟ اتفضلي. بما تفسر هطول الامطار في اثيوبيا في فصل الصيف؟ رزق رزق وجالهم، انا مال امي. انت متعنطز على ايه ونيله ايه؟ انا مش فاهمه. متعنطز وحضرتك مسؤوله الاتش ار ولا مسؤوله الدبليو سي ولا ايه؟ اطلع بره. انت بتطرديني؟ بطردك. يعني انت بتطرديني؟ بطردك. طب انا خيرك. ما تخرج يا اخي، راجعي نفسك، اطلع بره بدل مطلوب لك الامن الفضائي. على فكره انا ابن خالتي نقيب فضاء في اسم عطارد اول. اطلع بره. ياه قصرت عليا المسافات يا عم سعد. طب بقول لك ايه، اسالك سؤال بس ترد عليا بصراحه، بنت حضرتك بتحبني زي ما انا بحبها؟ بتحبك ايه بس، هي شافتك اصلا ما تبقاش متسرع يا شيرين يا ابني. والله يا عم سعد انا حبيتك وعايز اعمل معاك اي واجب. بقول لك ايه، تاخد سيجاره؟ لا انا بشرب سجاير الكترونيه. بس انا بسمع انها مضره جدا. يعني السجاير اللي بتشربها دي بتكبر لك عضلات السمانه يا راجل يا خلبوز. ها ها ها. ايه السوفت وير وقع ولا ايه يا عم سعد؟ لا يا ابني ده انا بضحك عادي. الله عليك يا عم سعد، بقول لك ايه، ما تجيب رقمك ولا انت الموبايل بتاعك معمول بيلت ان؟ انا ما عنديش رقم. يا راجل طب هات السيريال نمبر بتاعك. طيب اكيد مكتوب عندك تحت البطاريه، وريني كده وريني. بس يا ولد بغيت من البطاريه. ايوه يا عم سعد بقى طلعت بتركب الهواء يا راجل عجوز، عليا النعمه انت راجل عسليه. ده انت اللي مسخره يا حبيبي. طب معلش والنبي طلب اخير بقى. اطلب يا حبيبي. اديني حته بقى، انا سعد الالي، انت مين؟ والنبي انا سعد الالي، انت مين؟ ايوه بقى ايوه يا ابني بقى اكبر بقى. ها عملت ايه عملت ايه؟ تكون عملت ايه يعني؟ اكيد حليت وقفلت الامتحان. ها لو من ناحيه قفلته جدا اكيد، اصل خارج قبل نص الوقت. الامتحان كله جام الملزمه الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. ملزمه ايه؟ خش يا شيرين خش يا شيرين، خلينا نخلص. ايه ده في ايه يا تامر، قلقتني. انا اضطربت من الامتحان يا عم. ليه مسكوك ببرشام ولا ايه؟ خش يا شيرين يا حبيبي خش، ابقى قابلني لو حتى تعيننا حراس للكبانيهات الفضائيه. ايه ده، ايه التشاؤم ده، هننجح يا عم ان شاء الله. اذا كان انا سقطت انت هتنجح، خش يا ابني غور. طب هتشوف بقى ان انا هنجح، ادعي لي يا عم سعد يا راجل طيب. ربنا يكرمك
وينولك أعلى المراتب ويجبر بخاطرك يا شيرين يا ابني. معقولة هانيا؟ معقولة بتضحي بحياتك كلها عشانه وهو بيسيبك بالسهولة دي؟ أنا مش عارفة بجد أعمل إيه يا شيرين. أنا هقولك تعملي إيه. أرجوك. أنت صعبتي عليا على فكرة. بقولك إيه، اسمعي الكلام اللي هقولهولك ده وتنفذيه بالحرف الواحد. حاضر حاضر. أولا، أول حاجة تقفي وتمسحي دموعك دي وتعلي صوتك قوي وتقولي I am strong. حاضر. I am strong. لا احنا قلنا تقف يا هانيا. حاضر. I am strong. برافو برافو عليكي. تاني حاجة بقى، انت بقالك قد ايه ما كلمتيهوش؟ حوالي اسبوعين. هايل. وبقالك قد ايه ما شيرتيش بوستات من على صفحة عمق؟ 4 دقايق. لا كده مش هينفع بقى، انا عايزك تشيري الكلام ده دلوقتي حالا. اشير ايه؟ اكتبي ورايا. ابعدي عن اي حاجة بتمتص طاقتك وتطفي لون بشرتك، وقربي من كل حاجة بتنورك. امضاء كريم السعادة. بوست اهو. هيكلمك اول ما يشوف البوست ده. هتشوف. الحق، ده هو اللي بيتصل. انت يا اخي، انت من النهاردة انتين يا شيرين، انا هرد عليه. غلط غلط، ده غباء البنات بقى. اوعي تردي، الراجل مننا ما بيحبش غير الست اللي بتزبله، لازم يحس انه زبالة. مش فارق معاكي. ماشي، مش هرد. غلط غلط يا هانيا، معلش سوري، ده غباء البنات برضو. ايه؟ معلش اندمجت شوية، انا اسف، معلش. بس كده صح صح، ما ترديش صح. نرجع للشغل بقى ولا مش هنشتغل ولا ايه؟ انت خلاص اشتغلت. طب وبالنسبة لتامر؟ تامر ده مستحيل يشتغل هنا، ملوش اي بوزيشن في المكان، وما ينفعش عشان الوكالة مرشحة شخص واحد بمرتب واحد. طب ولو قلتلك عشان خاطري يا هنيونة؟ عشان خاطرك، عشان خاطرك اعمل اي حاجة، بس بجد مش هينفع. طب انا عندي حل، احنا ممكن نشتغل احنا الاتنين بمرتب واحد. اعتبر انك طلبتي واحدة بيتزا وجالك عليها واحدة هدية. خلاص، امري لله، عشان خاطرك انت بس. مش عارف اقولك ايه يا هانيا بجد. انا اللي مش عارفه اقولك ايه، ده الواد هريني اتصالات من بعد البوست اللي نزلته. اوعي تردي عليه، ده غباء البنات. مش عايز غباء البنات، هتبوظي كل اللي عملناه. كل ما تحس انك ضعفتي هتعملي ايه؟ هقول بعلو صوتي I am strong. I am so proud of you يا هانيا. اسمحي لي استاذن. اوكي هانيوني، انا نسيت اقولك حاجة مهمة. قول. انت محتاجة تفتحي لون شعرك شوية. فعلا، عشان اللون ده مخليكي شبه هبة رجل الغراب. لا لا، اللون ده مخليكي شبه الغراب نفسه. اوكي هعمل كده، وابعتلك صوتي على الواتساب عشان تقولي رأيك. اوكي لافلي، يلا سيو بكرة في اول يوم شغل. سيو. ولا انت اتقابلت يالا؟ انت شايف يالا ازاي يعني؟ تتركب ازاي دي؟ ازاي يعني يرفضون انا ويقبلوك انت؟ صدق ان انت عيل واطي، هو ده كل اللي همك يا تامر؟ لا يا صاحبي ما اقصدش، بس انت اكيد طبعا مش هتشتغل في الشغلانه دي من غيري. طبعا يا صاحبي، امال ايه، انا عمري ما هشتغل في الشغلانه من غيرك. يعني انت بتضحك عليهم ومش هتيجي بكره؟ ها. لا طبعا مش بضحك عليهم، انا هاجي بكره عادي يا معلم. انا كنت عارف انك واطي. ماشي يا شيرين، سلام يا صاحبي. رايح فين يا مجنون؟ هروح اولع لك في بلطو ابوك. لا اوعى تعمل كده يا تامر ارجوك، ده هو ده اللي باخد منه الطاقه الايجابيه. يبقى ما تجيش بكره، انت فاهم؟ خلاص ماشي يا عم، بس انت كده هتسيبني وتنزل لوحدك. هسيبك وروح فين؟ هتروح الشغل، تيجي هنا. هاجي هنا فين؟ الوكالة يا ابني. يا ابني انت اهبل، هاجي اعمل ايه؟ ما انا اتطردت قدامك من الانترفيو. لا ما انت اتقابلت في الشغلانة يا تامر. اتقابلت ازاي؟ يا ابني ما انا قلت لهانيا اني مش هينفع اشتغل من غيرك، وعشان هي انتمتي صديقتي جدا ما ينفعش ترفض لي طلب، وافقت. يا حبيبي يا شيرين. انت فاكرني يا صاحبي كنت هنزل اشتغل واسيبك مرمي في البيت زي الكلب المهزق؟ انا كنت متاكد يا صاحبي انك مش هتسيبني مرمي في البيت زي الكلب المهزق. يلا بقى عشان نروح وتلحق تنام عشان بكره تيجي تستلم شغلك الجديد. ما انت هتيجي معايا بقى. ايه ده فعلا؟ هو انت مش قلت لي انك هتولع في بلطو بابا لو جيت هنا؟ يا شيرين انا، انت قلبك اسود قوي. انا ازاي فكرت في كده؟ انا اسف يا صاحبي، بس لازم تعرف ان انا اللي الفضل انك تشتغل هنا. يعني بطل العنطزه اللي انت فيها دي وتهدى عليا شويه لو سمحت. هي بقت كده شيرين؟ ايوه بقت كده. ماشي يا شيرين. شيرين حاف كده؟ اسمي شيرين بيه. ماشي يا شيرين هانم. ماشي مقبوله برضه. طب يلا يا شيرين هانم عشان نروح. خلاص يا تامر انت عبيط ولا ايه؟ ما تزيدش يا حبيبي. في ايه يا ابني؟ خلاص استنى هروح اوقف لك تاكسي عشان الشارع بره مليان شباب. يا تامر بطل استظراف يا تامر بجد، بتضايق انا من الحاجات دي. خلاص يا عم. طب اتفضل امشي قدامي يلا. لا ما ينفعش. يا سلام، لا لا انت اللي تمشي قدامي، ما ينفعش يا ابني. ليديز فيرست يا ابني، معروفه. يو ايه الاستظراف ده؟ ده انت دمك زي السكر يا عم سعد. دم ايه يا ابني؟ انا ما عنديش دم. ما تقولش كده على نفسك يا عم سعد، ده اللي يقول عليك كده هو اللي ما عندوش دم. يلا كمل الشاي بتاعك بقى احسن يبرد. يا ابني كفايه شاي كده، دي تاسع كوبايه تشربها لي. اشرب يا راجل اشرب، دي القعده حلوه ما تتعوضش. امسك ولع سيجاره بقى. ما قلت لك ماليش انا في السجاير دي. يا راجل امسك بقى عشان تعدل دماغك.
ده انت شقيان يا عيني طول النهار. ويا ريت حد حاسس ولا ما قدر. معلش معلش يا عم سعد، مسيرها تروق وتحلى حبيبي. اشرب بقى يا راجل اشرب. ايه ده مالك عم سعد؟ في ايه يا عم سعد؟ مالك يا عم سعد؟ صباح الخير يا سليم. الحقني يا تامر الحقني. في ايه؟ عم سعد بيروح مني. يا رب يا رب هديها على خير يا رب والنبي يا رب. اسكت بقى ما توترنيش عشان اعرف اشتغل. حاضر حاضر حاضر. انت هببت ايه عشان توصله للحاله دي؟ مفيش والله، ده احنا كنا قاعدين بنضحك وبنهزر وكل حاجه حلوه وبنشرب شاي. شاي؟ بتشرب الروبوت شاي يا غبي؟ ما تقولش على عم سعد روبوت لو سمحت. يا ابني هو انا بشتمه؟ ما هو روبوت يعني، هو انسان آلي. لعلمك بقى عم سعد ده انسان اكتر مني ومنك. تقوم مشربه شاي؟ ده انت غريب. ناولني السشوار اللي جنبك ده. هتعمل له شعره؟ يا ابني هو عنده شعر اصلا. امال عايز السشوار ليه يعني؟ عشان انشفه. طيب اتفضل. ايوه كده تمام، نرجع بقى السلوك مكانها. طب خد بالك لحسن تلخبطه. ما تقلقش انا فاكر كويس، الاحمر مع الاخضر والاصفر مع الازرق والاسود مع الابيض. بس بتهيألي الاسود مع الاصفر هيبقى احلى. يا ابني هو هيمضي في وادي دجله. يا عم اسمع مني بس جرب. اقعد ساكت بقى. ايوه كده تمام، نشغله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يشتغل ويرجع كويس يا رب. عم سعد هيشتغل اهو. انت على مصنع كويس. الصوت ده اصل السيستم بتاعه ضرب، فنزلت له نسخه ويندوز. اسكت بقى عشان نجربه. للغه العربيه اضغط واحد. ايه ده، انت اتصلت بخدمه العملاء؟ لا. امال الصوت ده طلع منين؟ من عم سعد. انت عملت فيه ايه؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك عم سعد. استنى بقى استنى كده، هجرب الاصفر مع الاسود. هو الخبير الاجنبي اتاخر كده ليه؟ فالحين بس يقرفونا بمواعيد الاجانب والتزام الاجانب، ما هم بيتاخروا زينا اهو. هلو مستر هاجي جوباشي. انت لسه هتسلم يا عم؟ انت تعال امضي بسرعه، ايه التاخير ده كله؟ اصل الطريق كان زحمه قوي. ولا يهمك، على العموم انا عملت لك اذن ساعتين عشان ما يتخصملكش يا مستر ابو زبيده. زبيده؟ مستر هاجي جوباشي، انا اسمي ابو سبيد، وبعدين انا مش بهبط منك اصلا، لاني جاي ارى من ناسا وبيبعتولي 10,000 دولار كل اسبوع. لا طبعا بتقبض مننا، ومش اي قبض، ده بيصرف لك يا عم انت 320 جنيه مرتب شهري، و 140 جنيه بدل وجبه، و 80 جنيه معونة شتاء. بس هنا في الصيف. خلاص يبقى نخصمهم لك. ولا تزعل نفسك يا ابو زبيده. حرام عليك، بقالي شهر بشتغل معاك ولا قبضتني ولا عارف تنطق الاسم بتاعي. لا انا لا نو ام سوري، احنا لسه ما كملناش شهر، احنا بقالنا 29 يوم بس شغالين مع بعض، وبكره ان شاء الله ان شاء الله هتقبض. وات ايفر، احفظ اسمي بقى، ما زهقنيش يا شيك. اي مين يا شيخ. اصل انا ماليش في الاسامي الاجنبيه يا مزمزيل. مزمزيل؟ ايه راجل يا جشيم انت، انا متجوز، وبعدين انا اسمي مش اجنبي ولا حاجه، ده اسمي مصري اصيل. مصري؟ ابو زبيد ومصري ازاي يعني؟ افهمها دي بقى لو سمحت يا مستر. حبيبي البابا بتاع انا كان مصري، والنيل جواه بيسري، واسمه احمد ابو سريع، دي كان عالم فيزياء كبير، بعد ما اتخرج هاجر على امريكا علشان يكمل دراسته، وهناك اتعرف على الماما بتاع الانا، ولما اتولدت تيزا بتاعت الانا صممت انه يسميني على اسم جده ابو سريع الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه. يا سبحان الله، طب وايه بقى اللي حول ابو سريع وخلاه ابو زبيد؟ الماما بتاع الانا ما كانتش تعرف تنطق اسم ابو سريع، فالبابا بتاع الانا ترجم لها الاسم ان انجلش علشان تعرف تهشكني بيه. انت رغاي قوي ليه مستر هاجي جوباشي؟ خلينا نشوف شغلنا. انا اللي رغاي يا سيدي؟ يا دنيا طارت يعني، احنا هنطلع الفضاء يعني؟ نهار اسود عليا وعلى سنيني، انت مش عارف انت بتشتغل فين؟ ازاي يعني؟ انت فاكرني جاهل؟ انا بشتغل مدير عام في الوكالة المصرية العالمية لاستصلاح الاراضي الفضائية. جود، وجايين هنا نعمل ايه في كايرو؟ لانها اقرب مكان للمجرة الجديدة اللي انت اكتشفتها. ركز ابوس ايدك، مستقبل العالم كله معتمد علينا. ما تقلقش خالص، ده تخصصي، انا معايا لسانس حقوق. نهار اسود، لسانس حقوق ازاي؟ زي الناس لسانس حقوق دور 9 شهر سبتمبر يعني. زي الناس لسانس حقوق ودور 9؟ ازاي لسانس حقوق وبتشتغل في وكالة ابحاث فضاء؟ ابناء عاملين عندك مانع؟
وبعدين انا شغلتي هنا اتابع الورق والاجراءات والاختام والمرتبات. طيب ابوس ايدك ما تبوز لناش كل حاجه في الاخر. هنا خلاص هنطلق الصاروخ للفضاء بكره، ومحتاجين النهارده نختار الرواد اللي هيسافروا بعنايه شديده. ما تقلقش، سواقين الوكاله كلهم ورقهم سليم ورخصهم الفضائيه متجدده. حبيبي دي مش عربيه دو امبابه الجيزه نفق، دي صاروخ، صاروخ هيطلع لمجره تانية علشان يكتشف كوكب ينفع نعيش عليه. بالحقيقه في ابو سبيد انا مش عارف انت قلقان كده ليه. لان نسبه نجاح المهمه دي 5% بس، وممكن الرواد يخافوا يقوموا بالرحلة. بسيطة، نقول لهم اننا هنصرف لهم مكافأة كبيرة جدا لما يرجعوا. برضه هيرفضوا لان احتمالية رجوعهم 0%. خلاص يبقى ما قدامناش غير حل واحد. خلي ايه مستر هاج، الهاني بي بليز، نعمل توس. ايه اللي انت قلته دي؟ دي حل علمي؟ دي اخر صيحات العلم والايمان يا خواجة. بنجيب العملة كده ونطلعها فوق، ملك ولا كتابة، دي قرعة، يعني هنجمع أسامي كل الرواد ونختار اللي هيطلعوا بالقرعة. أوه والله فكرة هايلة، وعشان ما يبقاش في أي احتمال إن حد منهم يخاف أو يتراجع عن التنفيذ، هنبرمج الصاروخ بحيث إنه يمشي حسب الإحداثيات بتاعة الرحلة. يعني بمجرد ما الرواد يدوسوا على الزرار الأحمر اللي مكتوب عليه بلاي، الصاروخ هينطلق بسرعة وهيطلع، ومحدش هيقدر يتحكم في مساره أو يغيره. الله عليك يا خواجة، الله عليك. أهم حاجة بس السرية. أيوة فعلا، علشان محدش من الأعداء يعرف التفاصيل. لا، عشان المثل بيقول داري على شمعتك تيد بالصلاة على النبي. برافو عليك، يبقى الانطلاق لازم يحصل في سرية تامة، وساعة الزيرو، الصفر يعني، بتاعت الانطلاق هتكون بكرة الساعة 5:30. أيوة، ونزع لايف بقى على الفيسبوك ونولع الدنيا. أوه نو، يا النفوخ بتاع الهنا. إيه ده؟ أنت بتعمل إيه يا شيرين؟ ما تتكلمش معايا لو سمحت. أنت لسه زعلان مني؟ يا ابني ما خلاص سعد الآلة اتصلح ورجع كويس وزي الفل، قول لي بقى بتعمل إيه؟ بكتب القايمة. إيه؟ أنت خلاص ناوي تتجوز بنت سعد الآلي؟ حر بقى، يلا ألف مبروك يا سيدي. يا سيدي لا، سعد الآلي إيه؟ أنا قصدي قايمة الجردل. إيه قايمة الجردل دي؟ قايمة الجردل يا تامر، فاكر الفيلم الأجنبي اللي أنت فرجتني عليه؟ ساعة لما عرفوا إن هم هيموتوا، وبعدين قعدوا يكتبوا الحاجات اللي نفسهم يعملوها. ذا باكيت ليست. ذا باكيت ليست، أنا اللي أعرفه إن اسمه قايمة الجردل. ما علينا طبعًا من اللي أنت بتقوله، بس انت بتكتب القايمه دي ليه؟ انت هتموت بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهوني. ناس كتير قوي هتتضرر بالدعوه دي على فكره. ربنا يخليك يا صاحبي، ما انا عارف، بس ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. طب المهم برضو ما قلتليش انت بتكتب قايمه الجردل دي ليه؟ القايمه دي يا تامر انا بكتب فيها كل احلامي طموحاتي، عشان احنا هنقبض بكره، ده انا مستني اليوم ده من اول يوم ما اشتغلنا. ليك حق تستناه، انا مش مصدق اننا بكره هنقبض 600 دولار، ده اكبر مبلغ قبضته في حياتي. لا انا قبضت اكتر من كده بكتير يا راجل. ايوه يا عم، كنت شغال كول سنتر انا في سوبر ماركت الفرسان، وكانت شغلانه جميله والله العظيم، كنت بقبض 850 جنيه وعلبتين زبادي فراوله وتمن بسطرمه. 850 جنيه استرليني؟ لا مصري عادي. طب يا غبي، يبقى اللي هنقبضه هنا اكتر. لا طبعا، ما احنا هنا هنقسم ال 600، يبقى كل واحد فينا هياخد 300 بس. 300 دولار يا ابني مش كتير يعني برضه، وبعدين ما بيدوناش زبادي ولا بسطرمة، وانا بحب الزبادي بالبسطرمه جدا. طب ما انا عندي فكره، ما ناخد انا الدولارات واديك 1000 جنيه وخمس علب زبادي. انت جدع قوي يا تامر على فكره، معقوله هتضحي عشاني؟ اضحي ايه بس يا ابني، يض احنا لما نحولهم مصري هيعدوا ال 10000 جنيه. يا عم بطل هزار بقى. يا ابني والله ما بهزر. يا نهار ازرق، دي فلوس كتير قوي، احنا هنعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ هنجيب الحاجات اللي في قايمه الجردل بتاعتك دي. وريني كده انت كاتب ايه. امسك. ايه ده بقى اللي مكتوب؟ ايه ده؟ عوامة بطة؟ نفسي فيها من زمان قوي يا تامر، بس ماما ما كانتش راضية تجيبها لي، أصلها ماتت لما ولدتني. ده ربنا رحمها والله. وريني كاتب إيه تاني؟ أدوات البحر، بين قوسين جردل وشوكة والبتاعة اللي بتتملي مية وليها بوز مخرم. نفسي فيها من زمان قوي قوي قوي، بس بابا ما كانش بيرضى يجيبها لي، أصله مات زعلان على ماما لما ولدتني. يا بختهم، مضربين راكت وكرة عشان ألعب بيهم مع تامر صاحبي. أهو دول بالذات بقى كانوا عندي، بس ما كانش ليا صاحب العب معاه. ما تزعلش يا صاحبي، هتجيب كل اللي نفسك فيه وهنطلع اسكندريه وهنلعب سوا على الشط بالراكد. وهننزل البحر بالعوامة البطة؟ ايوه يا سيدي هننزل. بس تفتكر القبض بتاعي هيكفي؟ يا سيدي ولو ما كفاش هسلفك. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. انت بتعمل ايه يا زفت انت وهو؟ كنا بنقرا قايمة الجردل يا ريس. بس يا غبي. ابدا يا مستر غباشي، احنا عندنا بريك وهنرجع نكمل الشغل حالا. حضرتك محتاجنا في حاجة؟ ايوه امسكوا، ده مفتاح مخزن العدة الجديدة.
خدوها وخشوا ونضفوا الصاروخ وطوقوه تطويع حلوة كده. حاضر يا فندم. أخيرا هنطلع العدة الجديدة، أنا نفسي أشتغل بيها من زمان. بقولك إيه، أنا اللي هشتغل بالمساحة العجيبة. أنت مش هتعرف تشغلها أصلا. يا عم هعرف هتشوف. طب أنا بقى هشتغل بالشرشوبة الخارقة. لا سيبها لنا يا تامر والنبي بقى والنبي. ما أنت خدت المساحة العجيبة كده؟ طيب ايه رايك بقى ان انا هاخد كمان الجردل الفولاذي؟ لا طبعا ما ينفع، ده اصلا ما بيشتغلش غير مع الشرشوبه الخارقه. يا سيدي مالكش دعوه، وانا هعرف اشغله. ولا تعرف تعمل حاجه؟ هعرف. بطل اوراقي وخش واشتغلوا بقى. يلا. حاضر حاضر يا فندم. كواكب تواكب ناقص لك كراكب، هنضف واروق واشيل العناكب. يا دي يا دي يا دي الكواكب، يا دي يا دي يا دي النيل عليك وعلى سنينك يا شيخ. ما تبطل دوشة يا شيرين ونظف وانت ساكت. ما ينفعش يا طمورة. ليه ان شاء الله؟ هو انت صدقت انك شيرين بجد يا ضو وفاكر ان صوتك حلو؟ اولا يا سيدي الله يسامحك، ثانيا انا بغني الصاروخ عشان يبقى لين معايا كده وانا بمسحه وما يتعبنيش. طب يلا عشان ننظف الصاروخ من جوه بقى. ايه ده، هو احنا هننظفه من جوه كمان؟ طبعا لازم ننظفه من جوه، احسن يكون حد رامي فيه فشار ولا مناديل على الارض. نظف كويس وبلاش لك يا عم شيرين، عايزين نخلص ونمشي. اديني بنظف اهو. بقولك ايه، ما تشغل لنا اي حاجه نسمعها. موبايلي فاصل شحن، وبعدين بطل رغي وشوف شغلك وما تقرفنيش بقى. اشوف شغلي اعمل ايه يعني؟ ده واضح ان الناس اللي بتخش هنا بتغسل جزامها بالشامبو يا عم، مفيش ولا حاجه متوسخه اصلا. لا في ايه؟ انت الكوتش بتاعك مبهدل الارض، نظف مكان رجلك واقلع الكوتش اللي انت لابسه ده. عندك حق صح اهو. لا البس الكوتش تاني، حرام عليك هيغبى عليا. مش انت يا عم اللي لسه قايل لي اقلعه؟ لا البس الكوتش تاني. انت ايه لبست كلون عمتك؟ معلش بقى ما لقيتش غيره يا طموره. البس الكوتش يا زفت. حاضر يا عم اهو اهو. بس والنبي يا طموره بقى والنبي، شغل لنا اي حاجه نسمعها يا ابني. شغل ايه؟ مفيش هنا كاسيت يا طموره. يا حبيبي الناس دي اكيد عندهم كاسيت، دول بيسافروا مسافات طويله جدا واكيد بيسمعوا حاجه تسليهم وهم في الطريق. ربنا ياخدك يا شيخ. والنبي يا طموره والنبي بقى. حاضر حاضر، وارتاح من غبائك ورغيك. بس شغل اي حاجه الاستاذ مصطفى كامل والنبي. انت هتنقي كمان؟ هو في زرار هنا مكتوب عليه بلاي، هدوس وانت ونصيبك بقى. انا متاكد نصيبي هيطلع حاجه حلوه ان شاء الله. اما نشوف. We are ready to take off after 10 seconds. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا طموره انت مشغل اغاني انجليزي؟ يا عم شغل لنا حاجه عربي. البتاع ده بيقول ايه؟ بيقول ايه ده ده ده؟ ده بيقول We are ready to take off. يعني ايه؟ يعني احنا جاهزين للاقلاع. اقلاع؟ لا الحقونا يا جماعه الحقونا، الجدود خلق الله. امسك كويس يا شيرين. مش قادر يا تامر، نفسي بيروح وبطني قلبت. ابوس ايديك امسك بطنك، الموضوع مش مستحمل ذروتك. احاول اهو بس ما عادتش، مش قادر. انا مش عارف البتاع ده رايح بينا على فين. ده بتسأل مش انت اللي اتنيلت شخنته؟ ما هو بسببك بسببك، مش انت اللي كنت عايز تتنيل تسمع مصطفى كامل؟ طبعا نتنيل نعمل ايه احنا دلوقتي بقى؟ مش عارف، اهم حاجه انك تهدى وتمسك كويس عشان لو ايدك فلتت ممكن تلزق في سقف الصاروخ. يا نهار اسود، سقف الصاروخ؟ الزق في السقف؟ يا بهدى بقى. الزق في السقف. الله يرحمك يا خالتي رشاد، كنت دايما تقول لي نهايتي هتبقى بشعه شنيعه، بس عمري ما تخيلت اني الزق في السقف. خالتك اسمها رشاد وانت اسمع شيرين، ده انتوا عيلة زبالة. يا عم عايز ايه بقى؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ سيبني في حالي بقى حرام. طيب خلاص خلاص. الحقنا تامر. في عشرين ايدي بتفلت يا تامر. انشف يا شيرين شوية. انشف يا سام. اوعى تفلت يا شيرين. يا خالته رشاد الحقني. شيرين بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة مالها مكركبة كده ليه؟ يا رجاء يا رجاء، انت يا وليه؟ غبوشتي حبيبي انت جيت؟ ايه يا وليه الزباله المرميه في كل حته في الشقه دي؟ زباله؟ زباله ايه يا غباش؟ دي بلالين. بلالين؟ طب مش كنت تنفخيها قبل ما تعلقيها؟ معلش يا حبيبي فاتتني دي. ولا يهمك يا ختم قلبي وامضه عمري. طب حذر فذر البلالين والزينه دي بمناسبه ايه؟ ودي عايزه كلام يعني؟ بمناسبة أهم شهر في السنة كلها. وهتجيب لي إيه بقى بالمناسبة دي؟ هجيب لك أغلى وأفخم وأطعم يميش في البلد. يميش؟ هتجيب لي يميش بمناسبة إيه؟ بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى المهتمين خارج الحدود الشقة مراعاة شعور الجيران. رمضان إيه يا راجل أنت؟ رمضان لسه بدري عليه. لما هو لسه بدري عليه، معلقة زينة في الشقة من دلوقتي ليه؟ أيوه
قول بقى انك مش عارف المناسبة، انا غلطانة اني تعبت نفسي وتزوقت علشانك. اخ لا مؤاخذة يا حبيبتي، لا مؤاخذة، معلش ما كنتش واخد بالي من الروج الاحمر الفاقع ده اللي انت حطهولي دلوقتي. يعني افتكرت المناسبة اللي انا حطلك الروج علشانها ايه؟ طبعا دي الذكرى السنوية للعرض الاول لفيلم باتمان فارس الظلام. باتمان ايه يا راجل انت؟ هو انا هتزوق عشان فيلم باتمان؟ مش انت اللي حاطه نفس لون الروج بتاع شخصية الجوكر؟ كده يا غباشي؟ طيب مش هدوقك فتفوته واحده من تورته عيد ميلادي. ايه ده؟ كل سنه وانت طيبه يا حياه قلبي. يلا حالا بالا بالا، هنا ابو الفساد. يا حبيبي يا غبوشتي، انا مبسوطه قوي انك افتكرت عيد ميلادي من غير ما اقول لك. وده يوم يتنسي برضو يا رجاء يا حبيبتي. ربنا يهديكي ويزيدك من الزهايمر اللي عندك ده يا رب. ان شاء الله يخليك ليا يا رب. بس انت مالك النهارده كده؟ شكلك مش عاجبني. معلش يا حبيبتي، اصل كنت مضغوط قوي في الشغل النهارده. مضغوط؟ مضغوط ازاي يا بيبي؟ احكي لي. احكي لك عليا يا رجاء. ما ينفعش طبعا، انا شغال في مشروع سري للغايه. وهو في اسرار على مراتك برضو يا غباشي؟ طبعا هقول لك، بس توعديني انك ما تقوليش لحد. ايه ده؟ ده باين مسر خطير قوي، اخطر مما تتخيلي. ما تخافش يا بشبشتي، احكي احكي. بص يا ستي، استني لما ارد على التليفون الاول. الو. ايوه يا خواجه. الخان يا مستر هاجي جوباشي. ايه بس اللي حصل؟ الصاروخ، الصاروخ يا جوباشي، الصاروخ اللي طالع الكوكب. ماله دخل في الصاروخ اللي طالع العياط؟ له يا شريف، انطلق لوحده. يا نهار اسود. حالة المركبة الفضائية روان مستقرة الآن، والوضع آمن، ويمكنكم التحرك داخل المركبة. اه ايه اللي حصل؟ اللي حصل وفين شيرين؟ اكيد لزق في السقف وايوناته اتحللت. حبيبي يا شيرين. جسمي. انا فين؟ انت الان على متن المركبه الفضائيه نوال. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي ردت عليا دي؟ تكونش نوال؟ اسمي زلازل، وانا رد الي مبرمج ومسجل لمساعده طاقم المركبه. طيب يا زلابيا، انا مش طاقم المركبه ولا حاجه، والمركبه دي طلعت بيا بالغلط. المفروض اعمل ايه دلوقتي بس عشان ارجع؟ نوكمنت. ايه وانا بسالك على سنك؟ ما تجاوبيني. نوكمنت. يا وليه وانا بعكسك؟ طب احنا كده رايحين على فين؟ ان المركبه نوال الفضائيه صنعت منذ. لا انجزي، انت مش هتحكي لي قصه حياه نوال. احنا رايحين على فين؟ تتجه المركبه الى مجره هش الناموسة، شمال مجره درب التبان. هش الناموسة؟ ضعنا والحمد لله. يا بطني. يخرب بيت القولون وسنينه. شيرين انت لسه عايش يا صاحبي؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. ده انا قلت انك موت. اوعى يا عم. ايه يا تامر الاوفر اللي انت فيه ده؟ اوعى يا عم بقى، ما تحضنيش، مش ناقصه فرهده هي يا اخي. وبعدين مالك كده؟ انت بقيت خرع كده ليه؟ ما تنشف شويه. انشف شويه؟ انت يا ابني مش كنت لسه بتعيط وكنت هتعمل على روحك من الخوف؟ جبت البرود ده منين؟ مش صدمه يا تامر، مش صدمه. صدمه ايه؟ الصدمه اللي اتصدمتها في الحيطه دي لما ايدي فلتت. الصدمة لما بتكون قاسية قوي بتخلينا نشوف الحاجات على حقيقتها. أسامة منير، من فضلك، الصدمة خلتك تتنقل تشوف إيه؟ الصدمة يا تامر خلتني أشوف قد إيه الصاروخ ده حلو قوي. تامر، أنا قررت أكمل حياتي كلها في الصاروخ ده. لا 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 لا، أنت استحالة تكون مجرد غبي. أنت أكيد حاجة تانية علماء الشتيمة لسه ما وصلولهاش. أنا مش هرد عليك أصلاً. أنا هدعي ربنا إنه يهديك ويخليك تحب الصاروخ ده زي ما أنا حبيته بالظبط. حب إيه؟ أنت في غيبوبة؟ إحنا في مصيبة دلوقتي. مصيبة إيه يا معلم؟ مصيبة إننا نعيش في مكان تحفة زي ده مصيبة؟ إننا يبقى عندنا حمام فيه قعدة زي اللي جوه دي مصيبة؟ إننا ما ندفعش مية ولا كهرباء ولا نور ولا إيجار مصيبة؟ يا أخي كسف بقى من نفسك، كسف. كفاية الطاقة الإيجابية والحنان اللي مالي المكان. حنان ده يبقى عمك. الله يرحمه. إيه ده إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ انا عمري ما جبت لك سيره عمو حنان. عليا النعمه يا شيرين، لو ما بطلت استفزازك ده لا افتح باب الصاروخ وازقك منه واللي يحصل يحصل. لا يمكن لكم فتح باب المركبه اثناء انطلاقها. لان احسد يا ربي. انت متفق معاها زلابيا؟ ايه ده، انت اتعرفت على الست زلابيا؟ الست زلابيا هي خالتك واكتر والله يا تامر من خالتي. الله يسترها، ده هي اللي قالت لي على مكان الحمام لما انت كنت نايم. اصل كنت صاحي مزنوق قوي قوي والقولون كان مبهدلني. طب اسكت اسكت بقى، خلينا افكر هنعمل ايه. اديني سكت اهو. اتفضل فكر يا عم اينشتاين. بقول لك ايه، معاك مفك صليبه؟ ليه يا معلم؟ هحاول افك تيل الفرامل بتاع الزفت اللي احنا فيه ده. عليا النعمه يا تامر، ما هتفك حاجه.
انا مش مستغني عن عمري ولا عن الصاروخ ده. يا ابني ما تخافش، انا هنزل ازق الكوبلن شويه، واول ما اقول لك ادي التاني وارمي. ادي التاني وارمي ايه بالظبط؟ ارمي ارمي بالفتيس يا شيرين، ما تفتح مخك معايا شويه بقى. هو فين الفتيس؟ طب يا معلم يا زكي، العصايه اللي هناك دي اللي مكتوب عليها دينجروس. دينجروس؟ دينجرس، مكتوب عليها دينجرس يا غبي. دينجرس يا غبي؟ طب ما انت عارف اهو دينجرس. يا عم احنا عطلين في الفضاء يا عم، مش على طريق مصر اسكندريه الزراعي. يا ابني اسمع كلامي بقى، ملهاش حل غير كده. مش هتفك حاجه يعني؟ مش هتفك حاجه، ده بيتي خلاص، العمر مش بعزقه. طب خلاص خلاص استنى، متهيألي اللوحه دي ممكن تخلينا نتصل بحد في اوضه التحكم في الارض. هي ممكن احاول ولا حضرتك عندك مانع في دي كمان؟ لا يا سيدي حاول، مفيش مشكله. بس والنبي يا تامر، انت جيت تشغلنا مصطفى كامل، طلعتنا الفضاء، افتكر دي بس. لتحميل واستماع اغاني الفنان مصطفى كامل اضغط على الزر الازرق. فعلا؟